نسمع بعض الناس يقول وحق القرآن أنني ما فعلت كذا، وحق القرآن، فهل يجوز الإقسام بحق القرآن؟ الجواب: سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا فقال: هذا من القسم الشركي الذي لا يجوز، لأن حق القرآن أن نؤمن به، وإيماننا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، من حق القرآن أن نصدق به، وتصديقنا من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة. إذن وحق القرآن أن نؤمن به وأن نصدق به وأن نعتقد فيه العقائد الطيبة السليمة المناسبة المتفقة مع الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وكل ذلك من الأمور التي هي من أفعال المخلوقات. فإذا قلت وحق القرآن فقد حلفت بمخلوق، والحلف بالمخلوقات لا تجوز. لكن قل والقرآن بدون وحق القرآن، قل والقرآن على أنه صفة من صفات الله، فتكون بذلك قد خرجت من المحذور.